ورده جايني يعطي ورده وبلاستيك كمان، يعني 3000 ليره دافع الولد مشان يجي يرطب ورده، ايش يرط فيها؟ خوف الله خوف الله. من الاول التوجيهي ما كلفته لي 100 ليره على بعض مع المصروف كمان، القرايه بالمدارس الحكوميه كنا ندفع بالمرحله الابتدائيه 3 ليرات و15 قرش طول السنه. طبعا 15 قرش قبل الثلاث ايش كانوا يقولون المعلمين والمدير، لانه 15 قرش هذول هلال احمر. شو هلال احمر؟ يعني يود شاش ريفانين لزق بلاستر عشان يحطوه بغرفه المدير مشان اذا ولد انطرح او قاروط انجرح. اسم كبير عاد هلال احمر، بتحس حالك متبرع فيه لمنظمه دوليه او بتساعد باغاثه دارفور. عاد كلهن شريطين بلاستر بظلهم بغرفه المدير لاخر السنه. واضحنا طلعنا ملاح ما شاء الله علينا، لساننا بلق اذاننا قد ما احنا شاطرين بالحكي، يعني لا قرينا لا مدارس خاصه ولا مدارس ماصه. المدارس الخاصة مليحة وكويسة وفيها عناية، بس برضو بعضهن يعني فيها مبالغة كثير. قال رسوم سنوية 2000 و3000 وإشي 7 وإشي 10 حسب نجوم المدرسة، لأن المدارس صارت زي الفنادق 5 نجوم و6 نجوم و7 نجوم، مدرسة نجمتين مدرسة ثلاث إشي 5، وكل ما صار الحكي بالإنجليزي أكثر زادت المصاري أكثر. يعني إذا رياضيات الإنجليزي بتصير راقية والاجتماعيات كمان لازم يكون بالإنجليزي، والعربي بالإنجليزي والدين بالإنجليزي، حتى صاروا ترجموا الحديث. يعني قديش الحكي فرنجي بكون بده قروش برنجي. واحد صاحبي راح يسجل ابنه بمدرسة خاصة، قالوا له 3000 ليرة والباص 500 سنوي. قال لهم طيب بصير سأسجل الولد بالباص؟ لا، مش بس الرسوم غالية، الأدوات الدفاتر من عندهم، بس كل شيء بدك تدفع حقه 10 أضعاف. الزي الموحد من عندهم وبدك تدفع حقه كمان. القلام الألعاب، احنا بايام المدرسه الحكوميه قلم ومحاية حمراء كنا ناكل نصها لانه ريحتها زاكية نطقطقها، وبرايه شفيطه بتفعط فعط، ومسطره بثلاث قروش وسلامتكم. ولا كانوا المعلمين يحكوا ولا يسولفوا، لا، وكانوا في بعضهم يقول لك جيب محاية حمراء لانه ما بتشحبر، اذا شو دخل اللون بالتشحبر؟ بس كنا نرد عليهم. هسا غير الادوات اقضب انشطه غير منهجيه، اليوم بدنا نسوي كيكه يا بنات جيبوا لنا على الداير 10 ليرات، كل واحد بمعطله 10 ليرات. هذول 10 ليرات يا عمي بغدي العيله. عشان جوزين بيض وكيسين بيكنج باودر وفانيلا بدكم 10 ليرات؟ جيب جناحات الفراشه عشان ترقصوا باحتفال عيد الشجره. طبعا وين بنباعن؟ برضو بالمدرسه. اشتروا لنا لباس ماشا، دبدوب الحبوب 20 ليره، لباس ميكي ماوس 30 ليره، ساعات بنتن 10 ليرات، سروال عطيوي 10 ليرات، ومن هالسوالف. لا، في بعض المدارس عندهم إشي اسمه هانتينج إجز، يعني صيد البيض، عدم مؤاخذة. اللي بده يشترك لازم يدفع له 20 ليرة. المس بتدفن البيض بالرمل وبصير الأولاد قال يدوروا عليه، واللي بيلاقي بيضة بيفوز وبصفقوا له على الناشف. هي بطل 20 ب20 هاي 400 ليرة، وطبق البيض حقه ليرتين، كله هذا عشان يدوروا بيض. أي أنا كنت أفلي الخم تفلاية وأروح ب 12 بيضة، وأمي مش عاجبها، بتقول أبصر عشان من واحدة كسرت، يوم ما هن 11 دجاجة وديتش، يعني على الحسبة بكون الديتش بايض. انسوا العلامات والتقدير، ممتاز رائعة يا سونا، أحسنتي يا أميرة، إكسلنت يا حمودة، ميات كلهم ميات، مية مية مية. بتقول له اكتب لي ثلاث بكتبها بالمشقلب. بتطل آخر السنة إذا ابنك فلته ومتابع بالدار وبتقريه طلع بكتب اسمه صح، بكون ما حدا قدك. يعني فرضا لو اسمه حسن أحمد، حسن أحمد 7 حروف، قسم 3500 ليرة على 7 حروف بوقف عليك الحرف ب 500 ليرة، يعني لو حفرت وسويت تسوية بتطلع أرخص من حرف الحاء. ها، وعند نهاية السنة بيجيبوا شهادة تقدير أم الشلن وبلون وجوه الأولاد وبحطوا لهم طيري طيري يا عصفورة أنا مثلك حلوة صغيرة، وبظلهم يرقصوا تايدوخوا أو ينزحموا ويروحوا يركضوا على الحمام. بكونوا لابسين طواق التخرج والعبايات، والأهالي معاهم حق فرحانين بالأولاد وبصفقوا لهم مبسوطين عليهم. أي هاي طيري طيري المفروض ببلاش، لا، بكونوا دافعين بدل حفل التخرج 100 ليرة عشان يجيبوا لهم ساحر يملغط لهم بالألوان. زي ما قلنا المدارس الخاصة مهمة ومفيدة، بس ما تكون البهرجة على حساب الجودة والتعليم. ولو كانت البهرجة سبب بالتعليم ونشوفنا نتيجتها، كان ما شفنا أولاد الحراثين دكاترة ومهندسين. ارمي